الثاني الممتد في فترة الممتد من 10 إلى 14 أبريل 2022. دائما نبقى مع جو المسابقات التكوين المهني ومسابقات دينية وثقافية. أي شكون راح يشارك معنا؟ كمعهد السياحة شاركنا في هذه التظاهرة وذلك لتعريف بجميع التخصصات اللي عندنا في المعهد. هو معهد حديث النشأة حيث أنشئ سنة 2017، يتوفر على إقامة ومطعم، إقامة استيعابها 120 سرير، والمطعم طاقة استيعابه 150 وجبة. عندنا جميع التخصصات التي لها علاقة بالسياحة والفندقة. المركز متخصص في التكوين المهني والتنين المعاقين جسديا سكيكدا، شاركنا في هذه التظاهرات على الأسبوع الوطني للتكوين المهني الممتد من 10 أبريل إلى 14 أبريل 2022. قدمنا هناك معرض قدمناه يخص المنتوجات المتكونين في عدة اختصاصات، اختصاص الزخرفة. المعوقين يعني عندهم إبداعات جيدة في مجال التكوين، وخاصة في الأشغال اليدوية.